اتحاد جدة 2023 ضد نادي أهلي جدة 2016، حراسة المرمى مارسيلو جروهي، قلب الدفاع الأول أحمد شرحيلي، قلب الدفاع الثاني معتز هساوي، ظهير أيمن مضى الله العليان، ظهير أيسر محمد عبد الشافي، ثلاثي خط الوسط كانتي كورنادو فيدفا، جناح أيمن رومارينيو، جناح أيسر جواو جوتا، رأس الحربي خيار لكم بين عمر السومة 2016 وبنزيما.